الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده إن شاء الله مع بعض هنعمل إيه؟ هنعمل معجنات. خلاص بقى كده المدارس على الأبواب. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى أولادكم وعلينا جميعا يا رب إن شاء الله، اللهم آمين. تعالوا بقى نشوف معجنات النهاردة ايه. هنعمل معجنات ايه؟ هنبدأ كده بحاجات بسيطة خفيفة من غير حشوات من غير اي حاجة. الولاد بيبقوا طبعا لسه مش متعودين على الصحيان بدري وعلى الاكل فترة الصبحية، فهنعمل لهم حاجة خفيفة كده وبسيطة. هنعمل ايه؟ هنعمل نواعم الافران. تمام، هنعملها كده زي ما انتم شايفين، مكوناتها سهلة وبسيطة جدا جدا. لو عندك دقيق ومية زي ما بيقولوا في البيت هتقدري تعملي نواعم الافران بتاعتنا النهاردة بأبسط ما يكون ان شاء الله. تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه هي مكونات ومقادير الايه العجينه. تعالوا نبدا بايه بقى في العجينه بتاعتنا. هنبدا بالخميره. تمام كده، هنبدا بالخميره بتاعتنا وهنعملها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. مكوناتها سهله جدا جدا. هنعمل ايه؟ انا معايا هنا دوت، بصوا كده، نص كوبايه من الدقيق. في الاول اخدتها من نفس معيار الدقيق اللي احنا هنعرفه دلوقتي ان شاء الله مع بعض. يبقى دوت نص كوباية من الدقيق. تمام كده، هنزل عليه بإيه؟ هنزل عليه بباكو من الخميرة أو ورقة كده من الخميرة الفورية اللي هي إيه 12 جرام، أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة. وكمان هنزل بإيه هنا كده، هي الورقة بتاعتي فيهاش يمكن نص إيه نص، إحنا عايزين نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر أهي، هي صغيرة زي ما أنتم شايفين كده. تمام، يبقى إيه نص معلقة او معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكمان هاخد ايه؟ هاخد معلقتين من السكر. لاحظوا النهاردة كمان ان انا مشتغلة معاكم بالكوبايات المعيارية في كل حاجة. تمام، هناخد كده برضو معلقتين من السكر. تمام، خلاص كده. يبقى ديت ايه؟ حطينا نص كوباية من الدقيق، باكو او ورقة من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة يعني بالظبط كده هوت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين من ايه من السكر. وهقلب كل مكونات الخميرة ديت كده مع بعض. بعد ما قلبت المكونات كويس جدا كده هوت مكونات الخميرة، هبدأ انزل عليها بمية. انا هعجن بمية، قلنا ان العجينة النهاردة بتاعتنا بسيطة جدا ومش مكلفة. مية دافية من الحنفية، مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي مية الحنفية هي اساسا ايه مش محتاجة تسخين ولا اي حاجة، هي نازلة سخنة لوحدها. تمام، هقلب بس كده، انزل تاني اهو، وهقلب كل مكونات الايه الخميرة بتاعت ديت كويس لما تتجانس تشرب المية كلها اهي. ويبقى معايا ايه خليط كده سايل شوية، لسه هاخد بقية الكوباية. يبقى خدنا ايه كوباية اهي لايه للخميرة، خدنا كوباية. تمام، هقلبها بقى كويس وهغطيها وهحطها جنب كده اهوت لحد ما اجهز معاكم بقيه مكونات العجينه. اغطيها بقى بفوطه مطبخ، بكيس ثلاجه، باي حاجه كده. تمام، بصوا طبعا شكل الخميره عشان تشوفوها معايا دلوقتي وتشوفوها معايا لما ايه تختمر وترفع معانا ان شاء الله تتفاعل يعني. تمام كده، خلاص كده. تعالوا بقى نشوف ايه مكونات الايه بقيه العجينه. طبعا الخميره بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده، احنا حاطينها وغطيتها كده بكيس. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا هنا دوت نص كيلو من الدقيق، انا هشتغل النهارده على نص كيلو. انت حابه انك انت تضاعفي الكميه ما فيش مشاكل، هتشوفي بقيه المكونات وتضاعفي كيلو دقيق مثلا لو هتشتغلي بيه. خلاص، نص كيلو دقيق هنا، ده جميع الاغراض يعني، دقيق سايب عادي انا مشترياه مش خاص بالمعجنات ولا حاجه. هحط عليه ورقه من ونخلته طبعا. تمام كده، هحط عليه ورقه من الفانيليا. طبعا احنا دايما بنحط على المعجنات بتاعتنا ورقه الفانيليا عشان بتديها تطعيمه جميله. تمام كده، ورقه فانيليا. هحط كمان ايه؟ هحط نص كوبايه من السكر، سكر الحبيبات العادي، انا عايزه المعجنات بتاعتي تكون مسكره، او ممكن هشيل منه ايه معلقه كده اهو. تمام كده، كمان هقلب الاول المكونات دي كلها كده مع بعض. تمام، في حاجه لسه تانية هحطها اللي هي ايه ذره ملح، رشه ملح كده صغيره على ايدي اهي، شايفينها رشه ملح كده خفيف. تمام، وهقلب كل ايه المكونات بتاعتي كده على بعض، مكونات الجافه طبعا الاول. خلاص، الدقيق والسكر اللي احنا حطيناه والايه وذره الملح والفانيليا بالشكل دوت كده. خلاص، وهعمل ايه دلوقتي؟
هحط بقى الايه الماده الدهنيه بتاعتي اللي هي ايه. انا هستخدم زيت على سمنه زي ما انتم شايفين، مش عارفه ملاحظين اهي، بصوا كده دوت تلت كوبايه من الايه من السمنه، تلت كوبايه من السمنه، وهنا دوت ربع من الزيت، خلاص تلت سمنه على ربع زيت، حبه سمنه كله ما فيش مشاكل، بس ما ينفعش زيت. تمام كده دوت الزيت ودي السمنه اهو، هحطهم كده على العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، طبعا عادي ما انا مش مسخناهم ولا حاجه، باردين عادي، الزيت مش بيتسخن طبعا. تمام كده، وده الزيت اهو خلاص. وهعمل ايه دلوقتي؟ هبس العجينه بتاعتي، عايزاها تبقى زي حبيبات الرمل كلها، عايزة الدقيق كله يتشرب كده بالمادة الدهنية اللي انا حطيتها. تعالوا بقى نشوف ايه الخميرة بتاعتنا، ونشوف العجين بتاعنا او الدقيق بتاعنا بعد ما بسناه كله بالمادة الدهنية اللي احنا حطيناها، الزيت على سمنة. بصوا شايفين، شايفين ما شاء الله، شايفين الخميرة بتاعتنا اهي، بصوا عاملة ازاي، اللهم بارك. شايفين، بصوا بصوا شايفين جميلة ازاي. خلاص كده هننزل بيها بقى على ايه، على الدقيق بتاعنا والسمنة والمواد اللي احنا حطيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حاطين هنا ايه، كوباية مية في الخميرة. تمام كده حاطين كوباية مية، فهنشوف بقى هنلم بيها الاول. خلاص لو احتاجت الدقيق هنحط حبة مية طبعا في الطبق بتاعنا، ولو احتاجت مية تاني هنشوف مع بعض. تعالوا بقى نلم ايه العجينه، بس انا فصلت عشان رحت جبت ايه حبه ميه اهم في الطبق على بقيه الخميره اللي كانت في ايه في الطبق. دول كده يجوا نص كوبايه، واحنا هنا بنستعمل، فهنزل كده بايه بالدقيق بتاعي كله. تمام، نضيف الصينيه بتاعتي كده من الدقيق اهو، هلم كده وهبدا بقى ايه اعجن كده. ما تحطيش ميه وتتسرعي على طول وتقولي لا مثلا دي العجينه ايه لا لسه عايزه ميه، هفضل احط في ميه والسوائل تزيد معاكي وتضطري انك انت تزودي ايه دقيق تاني. لا انت بس كده ايه لمي العجينه الاول واخدميها كويس، وانت هتبصي تلاقي ان العجينه بدات ايه تلين معاكي وتديكي الايه القوام المطلوب بتاعها. تمام، لو احنا حسينا بس في حاله ان بعد ما تلميها كده ولقيت ان العجينة مش بتاخد وتدي معاكي في العجن، ممكن تزودي ايه تحطي ايدك مثلا كده في المية اهو، بس زي كده كده وعامل كده. تمام، وعجن، لكن ما كبش كب، ما نزلش، ما دلقش مية على طول، دلق دلق دلق، وبعد كده ايه العجينة بقى مكوناتها خلاص تتبهدل وتتلخبط مني وما تدينيش اللي انا عايزاه. تمام كده عجنها بقى كده اهوت، وهاخد ودي فيها بالشكل دوت لغايه لما تنعم معايا تماما وتبقى ايه ملساء كده خالص، ونرجع نشوفها مع بعض. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا بعد ما خلصناها مع بعض زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. تمام، فضلت اعجن فيها لغايه لما ادتني يعني عرق، احنا مش عايزين ليها عرق جامد. تمام كده، لان هي ايه تعتبر حاجه مبسوسه برضو، تمام، غير المعجنات التانية، وتكون معاكي العجينه بنفس القوام دوت اللي هو ايه اللي هو يعني لا هي ناشفه ولا هي طريه، فاهماني ازاي؟ بصي طريه معايا شويه بس برضو ما فيش تلزيق في الايد خالص، مش هقول لك طريه بتلزق في الايد بس خفيف كده، لا هي مش بتلزق خالص، وبصي كمان مش ناعمه قوي. تمام كده، فده هو القوام اللي احنا عايزين نوصل ليه للعجينه بتاعتنا. تمام، اهي بالشكل ده، جميله جدا جدا العجينه معانا، خلاص كده هي بقت ايه مظبوطه خلاص. وانا عملت ايه دلوقتي، اديت الصينيه بتاعتي مسحه من السمنه، وهاخد ايه العجينه بتاعتي، كره العجين بتاعتي، وهحطها في الصينيه، وهدي وشها كمان ايه مسحه كده ايه من السمنه على ايدي اهو، مسحه سمنه كده بس عشان خاطر ايه الوش بتاعها ما ينشفش معايا. تمام، وهغطيها طبعا بايه، بفوطه ثلاجه، معلش بفوطه مطبخ او بكيس ثلاجه لغايه لما ترتاح شويه، بس احنا مش هنسيبها كتير، وهو عامه الجو حر يعني، فهو نص ساعه بس كفايه. وبالنسبه تعالوا بقى نشوف ايه العجينه بتاعتنا كده بعد ما ايه سيبناها نص ساعه ريحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتنا جميله جدا. تمام كده، هنعمل ايه دلوقتي، هنفش كده الخمر بتاعها بسم الله، وهناخدها كده على ايه الرخامه بتاعتنا على اي حاجه كده. تمام، هنبططها بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده،
تمام كده. وهي هبدا اقطعها كده بقطعه بيتزا باي قطعه عجين عندك، ما فيش مشاكل. تمام كده، وهبدا اخد كده واحده واحده خلاص. وهقطع ايه كور بقى على حسب العجينه اللي انا عايزه الكوره بتاعتنا هتكون ايه، هتكون مثلا في حجم الليمونه الكبيره. تمام، دي قرص صغيره مش محتاجين ان هي تكون كبيره اهو. تمام، هنقطع كده. لو لقينا في الاخر مثلا واحنا بنقطع واحده مثلا كبيره في واحده صغيره، بناخد حته من هنا وحته من هنا وبنساوي ايه الكور بتاعتنا خلاص بالشكل ده اهو. نقطعهم كلهم بالشكل دوت وهرجع لكم. تعالوا بقى بعد ما قطعنا ايه العجين بتاعنا كور كده صغيره، طبعا هنحاول ان احنا ايه نظبط، وانتي الكوره في ايدك تمام كده. لو في واحده كبيره وواحده صغيره هتاخدي من ده على ده يعني وتظبطي الكور، وفي الاخر هقول لكم قطعوا معايا كام قرصه. تمام، هتاخدي اول حاجه هتاخدي القرص كده اهوت هتفرديها تمام بالشكل دوت كده، وبعد كده تلمي كده. انا عايزه القرصه تفضلي تلمي فيها كده بحيث انك انت تنعميها وتهرسيها كده اهوت بايدك، تعملي اهو بصي كده شايفه ازاي كده بايدك كده اهو، تطر كده حبه اهو. وهعمل كده برضو زي البقجه كده، تاخدي من بره لجوه من بره لجوه كده بالشكل ده اهو كده، وتنعمي كده في بطن ايدك وش ايه القرصه بالشكل ده خلاص كده. شايفين شايفين باينه من الكاميرا اهي، شايفين ناعمه وجميله ازاي معانا خلاص كده. طبعا هخلص كل الكميه وهرجع اوريها لكم ونرصها مع بعض ونشوف التسويه ان شاء الله. تعالوا كده انا اوريكم وانا شغاله ازاي بيبقى تبطيط القرص بتاعتنا اللي هي ايه نواعم الافران. تمام، احنا بعد ما بنقطعها بالشكل دوت زي ما قلنا وننعمها كده بايدنا عشان الملمس والوش بتاعها يبقى ناعم كده، بتاخديها مش بنبططها زي القرص بايدينا، لا بطن ايدك كده وتروحي تضغطي كده بصي كده. بعد كده بتاخدي الحواف دي كده كده اهو ليه بقى كده، وتاخدي من جوه لبره، وعايزين القلب بتاعها يبقى رافع شويه ليه عشان القرص بتاعتنا او النواعم تبقى شكلها بومبي كده اهوت وايه وزهره كده اهوت جميله لفوق. تمام اهي شايفين شكلها عامل ازاي، جميله جدا جدا بصوا ناعمه كلها من فوق زي من تحت. اوريكي واحده تانية اهي، هتاخديها كده وبطن ايدك كده هنا، مش بايدك من هنا كلوه ايدك لا ببطن الايد، وتحطي ايدك كده وبتضغطي كده تحاولي تساوي اهو. بص انا بعمل ازاي كده بايدي، حتى لو ان هي وانت بتضغطي فرشت شويه منك انت ممكن تلميها بعد كده اهو كده بايديك، وبتبقى معاكي بالشكل دوت اهي. شايفين زي من فوق زي من تحت ناعمه كلها، مفيش ايه فرق بين الارضيه والوش بتاع القرصه بتاعتنا او النواعم بتاعتنا خلاص كده. هشتغل كل الكميه بتاعتي بالشكل دوت، حبيت بس اوريك الطريقه عشان هي طريقتها شويه بتختلف عن طريقه القرص العاديه اللي احنا بنبططها كده بقى، بتبططي بايدك. تمام زي ما وريتك اهو كلها بالشكل دوت معايا خلاص كده. دي طبعا الصينيه ديت اختمرت كده زي ما انتم شايفين لغايه لما خلصت تقريص ايه الصينيه الثانيه خلاص بالشكل دوت. خلصت معايا الصينيه دي، ان شاء الله انا هدخلها الفرن. انا مشغله الفرن من اول ما بدات على درجه حراره 200 علشان الفرن يسخن معاكي مدة 10 دقايق بس كده الأول، وبعد كده هتهدي النار لغاية 180. طبعا احنا ما بندهنش القرص بتاعتنا الوش بتاعها أي حاجة خالص، هي زي ما كده إن شاء الله هتاخد اللون الذهبي الجميل بأمر الله. تمام، أنا هدخل الصينية الأولى والصينية التانية هنكون نغطيها كده إن شاء الله ونسيبها تخمر لغاية لما الصينية تستوي معانا. الصينية الأولى هدخلها على الرف الأوسط لغاية لما تاخد معايا لون من فوق ومن تحت، ونشوف القرص بتاعتنا بعد التسوية. بصوا كده ده شكل القرص بتاعتنا هما زي ما انتوا شايفين، انا خرجتهم يعني هما لسه ايه دافين شويه. تمام، انا حبيت بس اوريهم لكم هما لسه في الصواني. تمام، بصوا بسم الله ما شاء الله شايفه القرصه عامله ازاي، النواعم بتاعتنا وصغنونه وجميله ازاي ما شاء الله، وشكلها بومبي كده واخده الشكل البومبي الجميل. شايفه بصي التسويه كلها اهي، بصي التسويه كلها جميله ما شاء الله، كلها ايه احسن من بعض جميله جدا. طبعا هنفضيها دلوقتي ونشوفها مع بعض، تهدى بس حبه ونفضيها ونشوف الايه النواعم بتاعتنا. تعالوا بقى كده ده القرص بتاعتنا بعد ما فضيناها بسم الله ما شاء الله، شايفين عمل نص كيلو
عمل معانا طبق ما شاء الله قد ايه يعني، ايه كيلو ديت بتتباع بالكيلو الله اعلم بصراحه، انا ما جبتهاش من فتره وما سالتش عليها، فما اعرفش دلوقتي حاليا يعني الكيلو بتاعها بقى بكام، بس برضو مهما يكون اكيد النص كيلو مطلع معانا اكتر من كيلو يعني ما شاء الله. القرصه جميله جدا جدا، بصوا ما شاء الله شايفين، شايفين الشكل بتاعها، بس انا عايزاكم تشوفوا، بصوا بصوا البومبي بتاعها بالظبط بالظبط زي بتاعه الافران، شايفين كلها عن شرط كلها زي بعض، الوش بتاعها ناعم وجميل اهي، بصوا التسويه اللهم بارك، شايفين كلها، معلش انا اسفه معلش، بصي 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 اهي شايفة كلها نفس ايه، واخدة نفس التسوية اللهم بارك، حاجة جميلة جدا. ده ليه بتاخد حاجة معاكي بتاخد نفس التسوية واحدة ليه؟ لان انت بتبقي خدناها كويس والعجينة طالعة معاكي مظبوطة، فعشان كده بتديكي تسوية مظبوطة لكل ايه العجين بتاعك، ما بيبقاش واحدة كده وواحدة كده. بصوا بصوا مثلا، بصوا ما شاء الله، بصوا اللقمة معانا عاملة ازاي، بصي بصي جميلة ازاي ما شاء الله، شايفة خطيرة جميلة جدا جدا، دايبة وفي نفس الوقت طرية وخفيفة جدا، وطعمها جميل، عملناها بمكونات بسيطة خالص خالص، لا حليب ولا حليب بودر ولا سائل ولا أي حاجة ولا زبدة، عملناها بسمن وزيت، حاجة بسيطة جدا جدا من أبسط ما يكون. هتعملي طبق بسم الله ما شاء الله زي كده، كوباية شاي بقى، كوباية حليب للولاد في الفطار، وحاجة بسيطة وجميلة. بألف هنا وشفا عليكم وعلى هياكل يا رب، اللهم آمين. اتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط ويعجبكم ان شاء الله، وتجربوه على دخلة كده المدارس. كل سنة وانتم طيبين. طبعا اختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغاية دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب، احبكم في الله واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم.